السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم في كل زمان وكل مكان. هذه محطة أخرى في علاقتنا الجيدة والشريفة بيننا بمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه. وكنا في عام 2005 نزور البيوت التي أعيد ترميمها وبنائها بمنحة كريمة من هذه المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة ألمانية اسمها مؤسسة كابانامور. كنت في هذه الزيارة مع المدير التنفيذي للمؤسسة الأستاذ عبد الله بن سالم الظاهري، وكان ضابط في القوات المسلحة الإماراتية برد مقدم، وكان من جماعة التبليغ والدعوة، وكان رجلا خلوقا بسيطا محب للعمل الخيري وأعمال الدعوة الخيرية، وكان دائما ما يجمعنا في غرفته في سفرات أخرى، يجمعنا في صلاة الفجر ثم يضعنا القهوة العربية التي أتى بها معه في الغرفة. في هذه السفرة كعادته كان يرتدي الزي الإماراتي القومي والمكون من الثوب الأبيض وغطاء الرأس، وكان دائما ما يمسك في يده عصا رقيقة خفيفة أنيقة، وكانت له لحية كثيفة وطويلة ومهندمة أيضا. ولكن أقول لكم حقيقة أنني أحببت هذا الرجل لحسن خلقه رضي الله عنه حينما كان. في هذه الزيارة لاحظنا ملاحظة غير عادية، إن عدد المصورين الذين رافقونا لزيارة المنازل التي بنيتها المؤسسة بالتعاون مع المؤسسة المتحدة كان غير عادي، وكمية الصور التي التقطها هؤلاء المصورين للشيخ عبد الله اللهم يعني أرضى عنه في أينما كان غير عادية، وكأنه رئيس جمهورية أو إلى آخره. لكن أدري على الإطلاق ما سر كثرة التقاط هذه الصور الفوتوغرافية إلى أن كان يوم سفرنا وكانت الطامة الكبرى فيه. فكنا في مطار بوسنة وكان في حالة يرثى لها، حيث اتصل بي أحد العاملين في المؤسسة في أبو ظبي قائلا له: لقد ظهرت صورتك في جريدة الشرق الأوسط مع مقالة عن نشاط الجماعات المسلحة الإرهابية في البوسنة، ولم يكن للصورة علاقة بالنشاط، ولم يكن للشيخ داخل الصورة علاقة بالنشاط هذا أبدا، ولكنها جريدة سيئة ومصورين أسوأ منها. ولكن قد سبق السيف العدل وحاول أن يفعل شيء لإصلاح الموقف، لكن لم يحدث أي شيء. فبدأت أطمئنه وتودد إليه ووسيه إلى هكذا. وكان من المؤسسة موقفها غريب، إنما رجع يعني والأسف يعني انتهت الشغل بتاعه مع المؤسسة. هنا فقط علمت بنوايا هؤلاء المصورين الخبثاء الذين كانوا يلتقطون هذه الصور لبيعها لمؤسسات إعلامية غير شريفة، والتي بالتالي كانت ترمي سهام اتهاماتها للأبرياء من الشرفاء والأبرياء من الناس في كل مكان وفي كل زمان. كان موقفي منه التودد والطمأنينة والمواساة له للثقة بنفسه، ويعني ماذا أفعل لا أدري. وسافر هو إلى أبو ظبي وأنا سافرت إلى بريطانيا. هنا يسأل المرء منا مؤسسة الأمم المتحدة الكبيرة الشريفة: من هؤلاء المصورين؟ من هم الذين أتوا بهم ليرافقوا وفد رفيع المستوى ضيوف الأمم المتحدة في زياراتهم؟ هل تدرك الأمم المتحدة أن أمثال هؤلاء المرتزقة من المصورين سوف يبيعون هذه الصور لهذه المؤسسات العالمية المهترئة؟ الدرس المستفاد هنا: في هذه الظروف يجب علينا أن يكون دورنا كالتالي: أولا الشخص المصاب طمأنته ومواساته وتودده، لا يبث الثقة فيه لأنه كان في حالة يرثى لها. محاولة المساعدة بالاتصال بإعلاميين شرفاء يستطيعون إسداء النصح له ولنا، ولكن الطمة الكبرى لم تكن من جانبنا أو من جانب هؤلاء المصورين أو الصحيفة نفسها التي وضعت صورته. فالخبر بل كانت من الأمم المتحدة التي أتتنا بمصورين لا تعرف من هم، ثم المؤسسة التي استغنت عنه. هنا لابد أن نتعلم أن الذين رافقوننا لابد أن نكون نعرفهم ونثق فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.